جنوح المراكب قاعده تتكرر بصفه يوميه، ومخلفات معناها اضرار ماديه وفي الفلايك. الحاجه الاولى ما لقيناش شكون المسؤول اللي باش يتحمل المسؤوليه. التجهيز تقول لك خاطيني، امر الميناء يقول خاطيني، المقاول يقول خاطيني، ما فهمناش شكون احنا اللي باش يتحمل المسؤوليه وشكون متسبب في الاضرار هذه. يعملوا لنا دي باليز معناها باقات تشعل منه ومنا تتعدى ما بيناتهم تجي فوق الحجر، ومن بعد تالي يقول لك البحار هو ما التزمش ولا عاملين ديزوبستاك. فما مواصفات فنيه وفما ماري مارشون لازم يستنزلوا بها ويشوفوا كيف هما المواصفات يعملوهم ويحطوا الباساج واضح. علاش نص الليل داخل نلقى دي باليز هذه تشعل منا، هل تشعل منا نورمالمون ندخل ما بينات، دخلت ما بيناتهم جيت فوق الحجر، قعدت واقف في الفلوك بتاعي غادي كي الفلوك تضرت. شنو صار؟ ومش اول فلوكه هذه ومش اخر فلوكه. إذا كان ما يترفعش هذا كانت هنا وين الدراك هذيك غادي كي كانت فما باليز غادي كي والباليز هذيك الخضر نتعدى ما بيناتهم. هذا ما بيناتهم حجر الوعامين وانتم باليز حجر تظلوا بين في البحار. هي المرة الثانية البارح تصير حادث جنوح، المرة اللي فاتت استخلفناها وتكلفتنا شي 15 مليون. ايش صارت لك المرة اللي فاتت؟ المرة اللي فاتت عندها براسك حكاية شهر و20 يوم. هاي قول هذيك صلحناها وبدلنا واستخلفنا وسكتنا واستحملنا. فما اللي تضرب ليزيليس نتاعهم، فما اللي تضرب اللوح، في كل حد وكيفاش تجي. وان شاء الله فما اللي جاتهم بلطف معناها تجي خفيفه هانا جردان نتاع اللوح، خاطر انت والبروفوندير نتاع الفلوكه، خاطر فما فلايك كبار الا تاخو مي اكثر بروفوندير، وفما فلايك صغار الا جهه سطحيه معناها تمس مسان انت والحجم نتاع الفلوكه والرزن نتاع الفلوكه. فما اكثر من 20 مركب على الضرب. المعاناة هذه بدات ملي ترفع الفنار الاحمر والفنار الاخضر نتاع البورت هذا القديم مش البورت الجديد. عندها حكاية تقريبا شهرين، شهرين ونصف، ثلاث شهور. وقت اللي رفعوا الفنار الاخضر والفنار الاحمر خلاو مخلفات كالرواسب نتاع حجر طايحة في وسط البورت ما تهزتش. هذيك هي اللي قاعدة مشكلتين نختر. وزيد الحلاقم هذوك اللي معدين فيها ميكانيزاسيون هما نتاع الحفران نتاعهم عاملين لهم بلوكات حجر كبار. هاو كيما البلوك هذا رابطينهم فيهم. هذولا قاعدين زاد نضربوا فيهم. عم عندي 49 عام نخدم في البحر، ما صارتليش حتى حادثة. نهار الجمعة في الصباح أني مراوح نوحل في حجرة، وقت اللي هي ماهم مش حاطين حتى شيء، حاطين حديدة ما تتراش، واني بعيدة الحديدة. جيت فوق منها قد نحات لي لوحة وبكسكاسها وبالنلطاف الله ما غصتش. على البلاصة من وجهة طلعونا وهزونا للمنشر وهو صلحنا تكلفتني هذيك والله ب 900 دينار تصليحه. وتوا عندي والله 15 يوم مرتاح. نهار الجمعه وبرا يحسب من نهار الجمعه باش نعاون نهار الجمعه ونهار السبت. فهمت؟ راني ضريت. فهمت؟ راني ضريت والله وزوال. نخدم على عيال. توا شنو الغلطه؟ الغلطه اللي يبقى ناحية الدماغ. وقت اللي يبقى ناحية بنظافه ما يخليش مش يجهر ويخلي كاكا. صارت لنا الحادثه هذه احنا خارجين من بورت طبلبه، تضرب لي ليس هذا نتاعي في الـ في الـ في الحجر وتعاوج ما يقارب يجي 20 سنتي، ورصات لي طلعت الفلوكه على البر باش نحيته وهزيته لمنزل بورقيبه وصلحته. فهمتني؟ الاشكال هذا مش كان انا راهو صاير علي. فهمتني؟ فما فلايك اخرين ضربت لهم اصل، حتى فما شكون اللي تكسرت فلوكتهم القدام وعملت الماء وطلعها في بورت طبلبه، وبحكم احنا فلوكتنا رزينه ما نجموش نطلعها في بورت طبلبه، ولينا طلعنا هنا بالقراقه ونقرقوا بالمالي المناشر هناك في بورت المستير باش نجموا يطلعونا. الكلفه نتاع التصليح هذايا اللي احنا ما عادش نقدروا عليها. فهمتني؟ التصليح هذايا وحده برك صناعي يطلب عليه زوز ملاي. فهمتني؟ وبالقراقه والحبابه صدقني طيح لي 100,000 معناها ما تتصورش قداش قعدت نقرق به، جابرني في جابرني. وزيد التكاليف والتعطيلات. فهمتني؟ مصلي يعني بين صرحه الفلايك. فهمتني؟ وفما شويه نصيب من البحر. واحنا اللي غالب اكثر فينا مطلعين على البر، وعندنا ما يقارب يجي 17 اصحاب. فهمتني؟ نفر اصحاب عائلات يطلبوا كي يطالبوا هم البحريه يقول لك اخويا احنا عوضنا، ما احنا راقدين والعباد تسرح الاخر عوضنا. مشينا جي 10 متر الكنوطه شحطت لازم يركبوا لنا البرد.